أبدأ معك سيد ستيف من واشنطن، لماذا لم تعد كل طلبات إسرائيل مجابة داخل الكونغرس؟ I'm sorry, could you repeat that? I did not quite hear. لماذا نعم لماذا لم تعد كل طلبات إسرائيل مجابة داخل الكونغرس؟ Well, in Washington, في واشنطن لدينا حزبين الديمقراطي والجمهوري، وأن الحزب الجمهوري لطالما دعم إسرائيل على مدار عقدين من الزمان، أما أن الحزب الديمقراطي كان داعما لدولة إسرائيل، وأي رئيس يأتي يدعم إسرائيل في تاريخه. أما الموقف في الولايات المتحدة وفي الكونغرس وبسبب الحزب التقدمي وبسبب سياسة إسرائيل لم يعد الأمر كما هو في الحزب الجمهوري. على سبيل المثال ألكسندر وحزب وكذلك الأشخاص المؤيدين لسياسة إسرائيل وطلبة رشيد على وشك أن تغادر، ومن ثم وكانت داعمة جدا للموقف الفلسطيني أكثر من أي شخص مضى، ولكن بولسي لها باع كبير ولها دعم كبير داخل الكونغرس، ومن ثم ولكن الرئيس لم يعد يدعم إسرائيل كما العهد في السابق.